بالحديث عن الهدافين هنتكلم اكيد عن بقى مودست مهاجم النادي الاهلي الجديد اللي الكل كان حاطط عليه امال كبيره جدا ان هو ده الهداف القادم للنادي الاهلي. احرز بالفعل هدف لحد دلوقتي مع النادي الاهلي، ولكن لسه في كلام كتير، او يمكن الصفقه دي لما جت كان في كلام كتير جدا عن السن وعامل السن، سنه كبير، ولكن طبعا كان بيشفع له كتير جدا خبراته الكبيره في البونز ليجا، في الدوري الالماني، الانديه الكبيره جدا اللي لعب ليها، ولكن حتى الان يعني ما قدمش الاوراق الاعتماد كاملة لجمهور النادي الاهلي، ولا حضرتك عندك راي تاني؟ بصي، انت هتمسك الثلاث ملفات لهجوم النادي الاهلي. رضا سليم قدم اوراق اعتماده، مودست انت لغايه دلوقتي بتقولي جاي من مناخ غير المناخ، من كوره غير الكوره. بصيتي اول حاجه هتبصي لعامل السن، هو ال 35 سنه الاهلي ما فكرش ليه في 30 او 25، انا عايز اللي يكمل معايا. ما انا غير محظوظ مع شادي وشريف في فتره معينه، وكهربا ولا شريف هما شادو سترايكر مش سترايكر صريح. صحيح. اما جبت مودست، انت امبارح معظم لعيبه النادي الاهلي على مدار الاشتراك اللي حصل لمودست كلهم بيعملوا انكار ذات، عايزينه يبقى جوه، عايزينه صحيح. يبقى عايز يجيب جون، يعني امبارح كره طاهر، قبليها كوكا، قبليها قفشه، كل واحد فيهم عايز يخدم على الراجل عشان يديله ثقه. ده الراجل قال لك انا هعرضه على مباراه المصري وهخليه موجود يمكن يكون بيأدي، ما اداش المردود المطلوب للعيبه النادي الاهلي. طيب اعمل ايه؟ افكر ازاي؟ طب اعمل حاجه ثانيه، اعمل ملفين، ملف بدني يشتغل فيه اندويا معين على فترتين، والشغل الجماعي والتكتيك اللي انا هشغله له مع الاستمراريه هاخد منه مره واثنين وثلاثه. هو ده ذكاء مدرب، انا مش ببعده عشان اقول انه بيجهز، بس هو عنده بصيص نور بس متاخر. صحيح. بصيص النور بتاعه مش هنقول مثلا ان هو فظيع، امبارح من الايجابيات اللي انا شفتها وهو موجود في الصندوق في الدفاع الخاص بالنادي الاهلي، في كوره عاليه اترفعت امبارح مرتين ايده بتعدي الشناوي. هو امبارح اللي بيتعامل مع الكوره جوه الصندوق بايجاد العاب الهواء لتشتيت او تامين خط ظهر النادي الاهلي، وهو اعلى فرود موجود المفروض محطه. لا، هو الراجل واخد منه دفاعيا وهجوميا. بس احنا عندنا عايزين نقول ايه؟ احنا جايبين كريستيانو رونالدو يلعب مع النادي الاهلي، جايبين نيمار يلعب مع النادي الاهلي، جايبين كريم بنزيما، مش زي ما الناس متخيله، مش في يوم وليله، ولا كورته ولا الاقلامه بتاعته. صحيح. فكره الانسجام كين المراحل اكيد عامل كل مهم واحد جدا. فيهم ماني هو موجود في السعوديه، ما حدش قدم اوراق اعتماد من اول او الخدمه مباراة. من اول مباراه. صحيح. هنقول هو تصاعدي، بس احنا شايفين مش زي رضا سليم قدمها بدري. صحيح. مش زي امام قدمها بدري، كورتهم لايقه معانا، سنهم لايق معانا. هو بقى التاني محطه جوه الصندوق، سواء رضا سليم اللي من شمال افريقيا، سواء بس رضا سليم فرقه الجيش الملكي كلها، امام كان قبليه هنا في نادي الزمالك وقبليه ميتلاند. صحيح. انت عايزه بقى تقولي الاهداف او فلاشه اهدافه اللي كانت موجوده مع الفرق اللي هو كان موجود معاهم فيها، انا عايزه يبقى كده عشان النادي الاهلي كان محروم من الاسترايكر اللي جوه الصندوق بيستفاد من الكره العرضيه، اذا كانت بتاعه محمد هاني او بتاعه علي معلول. اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله الراجل جاي، بس يعني بنقول نصبر عشان نلاقي اللي احنا عايزينه. احنا عايزين من اول دقيقه نقول احنا جبنا فرويد بيجيب من 10 كور 20 كوره من انصاف فرص، هو الفتره اللي جايه وانسجامه وادائه وتجهيزه هيوصله للمطلوب بالنسبه لكولر ان شاء الله وضمير الاهلي.